كان زكا واحد من العشرين اشتهى ان يشوف المسيح وعرف ان هو ماشي من السكة دي، فجري وطلع على الجميزة عشان يشوفه. لما نسمع القصة مين فيهم اللي عايز يشوف التاني؟ زكا عايز يشوف المسيح ولا المسيح عايز يروح يزور زكا؟ ايه رأيكم؟ زكا اللي عايز المسيح ولا المسيح اللي عايزه؟ الأول المسيح هو اللي عايزه. فاكرين احنا مشغولين من المرة اللي فاتت قلنا الراعي عايز يخش من الباب، بس ما يخشش من الباب طول ما انا قافل الباب، فيعمل ايه؟ قلنا يرسل البواب يفتح الباب قدامه عشان يخش. مين هو البواب؟ قلنا المرة اللي فاتت البواب هو مين؟ الروح القدس. فالروح القدس لقى في زكا عنده اشتياق واستعداد وخلاص استوى ناقص تكتين، فيقول له ايه؟ مش عايز بقى تشوف؟ مش عايز بقى تسمع عنه؟ مش سمعت كتير؟ ما كفايه بقى، مش سمعت عنه كتير؟ ما تيلا اتحرك شوف. طب انا قصير والناس زحمه، اطلع فوق الجمازه. فالروح القدس يحرك زكا عشان يتشعبط يطلع فوق الجميزه، وبعدين يكون الباب اتفتح خلاص، يقول له ودني جاهزه اسمعك وعيني جاهزه تشوفك وقلبي جاهز تسكن فيه. يبص المسيح كده ليه جاهز استوى خلاص، يا زكا اسرع انزل اليوم هكون في بيتك بسرعه كده. يا رب انت عرفت عنه حاجه؟ ما انا عارف من زمان، وانا اللي بعده من زمان، وانا اللي بجهزه. كل ما ربنا يلاقي انسان عنده استعداد يجهز. وطبعا عشان احنا مش شايفين ربنا له المجد يبعت لنا مين؟ البواب. يبعت لنا الروح القدس يحنن قلبنا، يجهز ودننا، ينقي قلبنا، يطهر عينينا. عمال الروح القدس عمال شغال، طول ما الروح شغال هيجي في وقت من الاوقات يجي المسيح يقول ايه؟ تعالى ساعتك جت. قصه زكا دي تبين ازاي ربنا دخل من الباب لقلب زكا. لما قال له اسرع وانزل راح جيري جري، قال له اليوم هكون في بيتك اتعشى معاك النهارده. معقوله جري جري زكا وجهز البيت والناس اتلفت حواليه وكان المسيح وقال له انا مبسوط خالص بالقعده دي، اليوم خلص حصل خلاص لهذا البيت. سمع الكلمه دي قال له بص بقى يا رب انا كل اموالي هوزعها واللي اديته هديله اضعاف، انا مش عايز حاجه من الدنيا دي. اتاري زكا كان جاهز مستوي ناقص على الزقه الصغيره دي. قعد كم سنه فيها ربنا له المجد مع زكا؟ يمكن طول عمره. في قصه تانيه، احنا مشغولين بالروح القدس البواب ده اللي عمال يجهز في الناس. قعد الروح القدس يهذب ويجهز في موسى النبي 80 سنة. 80 سنة يقول له بص كنت هتموت، وبعدين أبوك وأمك شافوك جميل جدا، أنا اللي حطيت البهاء والمجد ده على وشك خليتهم يحبوك وما يرضوش يموتوك زي بيت الأطفال، واديتهم قوة وفكر يرموك في النار في سلة كده يدنوها بالزفت، واديت بنت فرعون نعمة تشيلك من المية وتنتشلك وتربيك في البيت، واديت فرعون نعمة يهذبك بكل
علوم وثقافة الفراعنة، واديتك انت كمان نعمة عشان ما ترضاش تقعد هنا في القصر ده وتقول خير لي أن أذل مع شعبي خير من أن أتنعم في بيت فرعون. أنا اللي كنت بحركك، ولما قتلت وهربت أنا كنت برعاك 40 سنة تانيين عشان أجهزك ترعى شعبي 40 سنة. فأخذ البواب اللي هو الروح القدس في العهد القديم يهذب في موسى ويجهزه 80 سنة عشان يرعى شعبه 40 سنة. في الآخر خالص لما جه يتنيح ربنا قال له على فكرة ساعتك جات يا موسى، هتطلع لي على الجبل فوق عشان اخد روحك، ويلا بقى جهز نفسك. الطلب الوحيد اللي حس بيه موسى دوت اللي كان بيرعاه ويقود الروح القدس وقف قدام ربنا قال له بس استنى، ليه طلب واحد قبل ما تاخدني؟ قال له عايز ايه يا موسى؟ قال له وكل راعي انت تختاره يخرج قدام الشعب ويدخل قدامهم، جهز واحد يخرجهم من أرض ديت ويوصلهم لكنعان ويدخل قدامهم كنعان. أصل موسى جرب إزاي ربنا خده وقاده بالروح يخرج شعبه من أرض مصر وكان الشعب ماشي وراه، اداله نعمة ازاي يخرج الشعب من البحر ويعدي بيهم الأردن البحر الأحمر، اداله نعمة يرعاهم يخرج ويخش قدامهم، يخرج من خيمة الاجتماع وشه منور يرعاهم ويديهم كلمته. فقال له بص يا رب انت راعتني 80 سنة عشان ارعى شعبك 40 سنة، هتسيبهم كده في الآخر كغنم بلا راعي؟ لا أنا مرضاش، أنا مرضاش اللي تعمل العمل ده. قبل ما تاخدني وكل واحد من عندك يسوق الناس دي ويرعاهم زي ما أنا كنت بسوقهم ورعاهم. اتفقنا قلنا البواب اللي بيقود هو مين؟ الروح القدس. والبواب اللي بيقود ممكن يكون الخادم الأمين اللي بينقاد بالروح القدس. فاكرين الآية بتاعت بولس الرسول؟ لأن الذين ينقادون بروح الله هم أبناء الله. مين اللي كان بيقود موسى؟ روح الله. ليه؟ عشان كان هو ابن الله، فصار موسى ابن الله لأن روح ربنا كان بيقوده. فجي عند نياحته قال له لا بقى انت تعبت معايا 80 سنة وانا تعبت معاهم 40 سنة وفي الاخر تسيبهم كده كغنم بلا راعي، مش ماشي من هنا، شوف لك واحد وعين واحد. طب ما انت عندك 2 ولاد يا موسى، ما تعين واحد منهم، ما عندك يشوع ابن نون المتربي تحت ايدك وكان سندك وكان باستمرار يقعد في الخيمة لما انت تطلع، ما كانش يسيب ربنا، ما تقول له اختار يشوع. يقول لا انا مرضاش اختار، هو اللي اختارني وخلاهم محدش يموتني، وهو اللي انتشني من المية وخلاهم يربوني في قصر فرعون، وهو اللي اختارني من وسط الغنم وسط الصحراء وقال لي تعالى قود، فأنا أختار أشغل دماغي دي مع دماغه؟ مش ممكن، لازم دي تقف. فراح ربنا برافو عليك يا موسى، اختار لك بقى، أنا اخترت لك واحد أنت بتحبه قوي، روح ليشوع حط يدك عليه وهديه، هاخد من روحك واحط عليه. ايه ده يا رب؟ بقى تاخد من روح موسى وتحط على يشوع، وتاخد من روحك انت وتحط على يشوع؟ ما اصلا روحي جوه موسى، ولما اخد من روحي اللي جوه موسى انا ما عملتش حاجه جديده، يعني برضك روحي اللي بيقوده وروح اللي هيحل عليه، بس انا بكبر ابني لان ابني اشتغل معايا بواب 40 سنة عمال يفتح الباب للشعب،
عمال يثبت إيمانهم، عمال يخش ويخرج قدامهم ويقويهم، عمال يتحدى، عمال يثبت لهم إن فعلا ربنا معاه وبرعاه، عمال يثبت لهم إن ربنا ما سابوش ولا لحظة ولا لحظة. الحتة الجميلة في موسى ويشوع، متأسف، موسى وأخوه هارون لما جم يتنيحوا، ربنا يقول لهارون ايه؟ يطلع لي على جبل بردك، كان قبل موسى ده، يطلع لي على الجبل وهات ابنك معاك، وطلع موسى معاهم هما الاثنين، وموسى كان ياخد اللبس من على رئيس الكهنة اللي هو هارون ويلبس ابنه لأليعازر، يقول له ما ينفعش رئيس الكهنة يموت باللبس اللي هو واخده، ده أول لبس ربنا يزينه لرئيس الكهنة وأول رئيس كهنة ربنا يعمله على الأرض، مش ممكن يموت موتة طبيعية. فكان هارون واقف قدام ربنا وياخد اللبس ويحط على مين؟ على أليعازر ابنه، اداله كرامة ودفن هارون بعد ما صعد على الجبل. نفس القصة في موسى لما جه يموت صعب عليه ربنا، أول راعي يشتغل معاه 80 سنة يهذب فيه ويشيكه ويهذبه وفي الآخر يموت موتة طبيعية زي أي حد، قال له لا ده أنا تعبت معاك قوي وأنت اشتغلت معايا بواب وفتحت الباب لكل الشعب ده عشان يخش، أنت ربيت يشوع ابن النون ده اللي دخل أرض الموعد ورجع يشجع الناس يقول لهم هنخش هنخش ما تخافوش من الناس دي ربنا هيدينا المدينة دي، فأنت جهزت وفتحت الباب زي ما الروح القدس بيفتح قلبنا. أوقات الخادم الأمين ربنا يستغله ويفتح قلبنا يعرفنا على الروح القدس أو يعرفنا على السيد المسيح عشان نقرب من الآب. المهم اللي عايز أقول لكم حتة جميلة قوي، إذا كان موسى قبل ما يتنيح اشتهى إن ربنا يبعت له راعي يخرج ويدخل قدام الشعب، فجأة ربنا قال له أنا فهمتك يا موسى بس هعمل عكسك بقى، أنت عايش شخص من البشر يخرج قدامهم يشوفوا فيه القوة ويدخل قدامهم يشوفوا فيه النصرة، أنا بقى الراعي الصالح إن دخل بي أحد من يكمل؟ إن دخل بي أحد ها يخلص ثم يدخل ويخرج. موسى اشتهى راعي يخرج قدامهم ويخش، ربنا قال له لا أنا الراعي الصالح هدخل الأول جوه هخلصهم بدمي وبعدين أخش بروحي من جوه وأخدهم من جوه بإيدي وأخرج بيهم للحياة عشان يكونوا صورة ليا يشتغلوا معايا. فشفتوا الجمال؟ عشان موسى ربنا قعد يرعاه 80 سنة واشتغل بيه 40 سنة فهم فكر ربنا بس بطريقة عكسية، قال له احنا عايزين راعي ما سيبناش من غير راعي. جه المسيح قال لهم أنا بقى الراعي الصالح أعرف خصاتي وخصاتي تعرفني، أعرفهم كويس، لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي، أنا فاهم ناسي وأولادي وهاخدهم هاخدهم. إزاي يا رب؟ يقول الروح القدس يبدأ يهز فيهم وأبعت خدامي بالروح القدس يجهزوهم ويجي معادهم أخش جوه قلبهم الأول يتعمدوا يعني ياخدوا روح الأول وبعدين يخرجوا على المسبح يتناولوا ياخدوا المرعى بقى، ده المرعى الخصب بتاعنا ماء الراحة بتاعنا، نطلع على المرعى ناكل ونشرب ونطلع في العالم نقول تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت هو المسيح. مين شغال مع المسيح؟ شغال بواب. تحبوا تشتغلوا بوابين مع المسيح؟ الناس اللي مش فاهمة حاجة يقول لك أنا نفسي بس أخش السماء أقف على الباب، تقف على الباب
ده انت اصلا على الارض مفروض شغال بواب، انت بتفتح الباب مش تتمنى تقف على الباب. تقف على الباب دي تربة ضعيفة قوي. ده انت على الارض هنا لو اشتغلت مع المسيح بواب تفتح قلوب الناس للروح القدس او للمسيح، ربنا هيسيبك تقف على الباب. باب ايه يا عم؟ ده انت تخش جوه كمان وتتمتع بربنا. تعالوا نفكر نقول لربنا كده، ممكن تستخدمني اكون بواب هنا على الارض هنا، عايز اشتغل معاك اكون بواب. زي ما انت بعتلي الروح القدس فتح ذهني وقلبي وعرفنا عليك، ممكن تستخدمني افتح قلوب الناس واجهز في افكارهم بعظات بكلمة بالسيرة، السيرة الصالحة والقدوة الحلوة بالكلمة والصمت، بأي طريقة ممكن يفتح الباب بطرق كتيرة قوي، كل واحد حسب إمكانياته حسب النعمة ربنا يديها له. يقول كده النساء بالسيرة الصالحة يجذبوا الناس من غير كلام، والست العذراء بصمتها جذبت التلاميذ والناس اللي حواليها. ففي تعليم بالصمت، في تعليم بالعمل الصالح والقدوة الحسنة، في تعليم بالكتابة أكتب وأجهز أفكار حلوة للناس. الناس دلوقتي برة يا عيني تايهة تايهة، يقروا كلام غلط. مرة واحد عمال يبعت لي أسئلة 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 أسئلة، تقول يا ابني أنت جاهل ولا إيه؟ ما تقرأ أنت تبع الناس التانية دي ولا تبع مين؟ قال صدقني أنا مال فكرك ماله؟ أتاريه بيسمع ناس بعيدة وتفسير الناس مش فاهمة فمخه اتلخبط. مين فينا بيجهز معلومات حلوة لأولاده بحيث لما الابن يطلع يكون مخ أبوه مليان حاجات حلوة عن ربنا؟ لكن دلوقتي سامحوني سايبين عيالنا للموبايلات والثقافة بتاعتهم ياخدوها من نت ومن الناس اللي حواليها. طب وإحنا رحنا فين؟ إيماننا دوت نحط في قلب الناس إزاي؟ إزاي ينقوا؟ إزاي ينقي الفكرة دي غلط ما اسمحهاش والفكرة دي حلوة لازم أخدها؟ إزاي؟ ما كنتش أنا أبقى مليان؟ إزاي أملى مخ عيالي؟ ما كنتش أنا ربنا فتح قلبي لي وجهزني؟ إزاي هفتح قلبي عيالي عشان يقبلوا الروح القدس ويقبلوا ربنا؟ نيجي في الآخر نقعد نبكي نقول الواد مش عايز يتناول، الواد مش عايز يخش الكنيسة، في الآخر الواد ساب الكنيسة. طب انت حر بقى هنعمل لك ايه؟ ربنا يدينا نعمة وبركة نشتغل معاه بوابين، وظيفة مهمة جدا. تحبوا تشتغلوا مع المسيح؟ في إعلان النهاردة، إعلان وظائف خالية، تحبوا تشتغلوا؟ مين يحب يشتغل بواب مع المسيح؟ وظائف خالية، حد فيكم مش لاقي شغل؟ ما تيجوا تشتغلوا معاه؟ وظائف خالية وظيفة جميلة جدا، وفي الآخر تاخد منزلة أكبر وأكبر. ربنا يدينا نعمة وبركة، تفضلوا وصلوا.